على لسان الرئيس جو بايدن، حيث قال الرجل إن زيلينسكي رجل سلام أما بوتين فهو لا يريد السلام، وأن دعما غير محدود سوف يستمر من الولايات المتحدة لأوكرانيا. هل يعني ذلك برأيك أن أمد الحرب سوف يطول معنا بعض الشيء؟ أهلا وسهلا بكم ومساء الخير لكم والمشاهدين الكرام. يعني ادعاءات الرئيس بايدن بأن زيلينسكي هو رجل سلام هي يعني تتعارض مع الواقع بشكل تام. أنا أذكر أن الرئيس زيلينسكي قبل انتخابات في أوكرانيا وقبل انتخابه رئيسا لأوكرانيا وعد بأنه إذا أصبح رئيس لأوكرانيا سوف يعمل على حل مشكلة الدنباس بالطرق السلمية عبر تنفيذ والالتزام باتفاقية مينسك. وبعد أن اختير رئيسا تبين أنه لا يريد لا الحل السلمي ولا أي حل سياسي، وهذا أيضا ما اعترفت به ميركل المستشارة الألمانية السابقة التي قالت اتفاقية مينسك كانت فقط لكسب الوقت. لذلك لا توجد أي ثقة بما يصدر لا عن البيت الأبيض ولا عن زيلينسكي ولا حتى الآن. يعني روسيا سابقا كانت تثق ببعض الدول الأوروبية ومن بينها ألمانيا، الآن لا توجد ثقة بأي من كل هذه الأطراف. روسيا تعتبر هذه الأطراف هي التي حرضت على الحرب وهي التي استفزت روسيا للدخول في هذه العملية العسكرية. الحديث يعني الآن من قبل الإدارة الأمريكية عن أن زيلينسكي يريد السلام وأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعمه بالأسلحة من أجل السلام، هذا فقط للاستهلاك الإعلامي، ولا يمكن لأي يعني شخص عادي أن يقتنع بهذه المسألة بأن الأسلحة أو توريد الأسلحة يمكن أن تؤدي إلى السلام. توريد الأسلحة إلى أوكرانيا وباعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بأن الأخيرة لا يمكن أن تهزم روسيا أو أن تنتصر عليها، هذا كما دائما أنا أقول هو بمثابة صب الزيت على النار من أجل الاستمرار في هذه الأزمة وهذه المعاناة للشعب الأوكراني. يعني الولايات المتحدة الأمريكية بإطالة أمد هذه الأزمة وهذه العملية العسكرية يمكن أن تستفيد، وهي تستفيد بشكل كبير، وخاصة فيما يخص الإنتاج الحربي، المصانع الحربية، الاقتصاد الأمريكي، الطاقة، كل ذلك الآن كل شركات سيقول لك قائل دكتور سمير كيف تستفيد وهي تخصص كما أشار مراسلنا منذ قليل ما يقرب من 45 مليار دولار من ميزانية العام القادم لأوكرانيا بدون مقابل على ما يبدو. لا يوجد أي شيء، لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية ولم نتعود عليها أن تقدم أي شيء من دون مقابل. إذن ما المقابل في هذه الحالة؟ المقابل هو استمرار نظام كييف في اتباع السياسة التي تخدم الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الآن هذه العملية العسكرية وهذا الصراع في أوكرانيا هو نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية. يعني المعونات التي تقدمها أو حتى الآن قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية توازي 5% فقط من يمكن أن نعتبرها من موازنة الدفاع الأمريكية، وهذه 5% استطاعت بها الولايات المتحدة الأمريكية إشغال روسيا، استنزاف بعض قواتها. ثانيا استطاعت ضرب الاقتصاد الأوروبي وزادت من هيمنتها الاقتصادية على أوروبا. إذا لا يمكن للولايات المتحدة كما قلت أن تقدم أي شيء من دون مقابل. يعني الآن ما تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية يخدم فقط مصالحها، أما ما يخص أوكرانيا يعني أنا لا أعتقد أن هذه المساعدات العسكرية يمكن أن تؤدي إلى هزيمة روسيا أو أن تؤدي إلى تغيير الجبهات، تغيير الميدان على جبهات أو قتال، لأن روسيا أكدت أنها لا يمكن أن تتراجع عن مطالبها ولا وقف لإطلاق النار حسب ما يريده زيلينسكي أو تريده الولايات المتحدة. نعم. يعني الواحد هم يتكلمون دائما عن وقف لإطلاق النار، يتكلمون دائما عن المفاوضات، ولكن ضمن شروط، أي خروج القوات الروسية من الأراضي التي سيطرت عليها. روسيا تقول أنها لا يمكن أن تنسحب من أراضيها، يعني من هذه الأراضي التي أصبحت أراضيها. نعم. إذا نحن الآن ندور في حلقة مفرغة، والهدف نعم منها هو إطالة أمد هذه العملية. طيب.